عادة ما يبتكر اللاعبين الطرق الجديدة في تنفيذ ركلات الجزاء، فمنها من ينجح ويبهر المتابعين، ومنها ما يضحكهم إلى درجة الجنون. ستشاهدون في هذا الفيديو أغرب المرات التي نفذ فيها اللاعبون ركلات الجزاء، لكن قبل المشاهدة نرجو منكم الاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين، وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. والآن هيا بنا لنشاهد الفيديو. هنا يهيئ اللاعب الكرة لزميله القادم من الخلف بسرعة كبيرة ليسددها صاروخية في الشباك، لكن هذه الركلة والتي يتحصل عليها الفريق يتشارك فيها لاعبان أيضا، ولكن من خلال تمرير الكرة لزميله والذي ينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك أمام أنظار المدافعين. وعلى طريقة ميسي وسواريز يمرر اللاعب الكرة لزميله من علامة الجزاء ليكمل الثاني المهمة ويسجل الكرة في المرمى. هذه الكرة القوية تنطلق من قدم اللاعب لتصطدم في القائمين لترتد للملعب مجددا، لكن المنفذ ينطلق عليها بكل قوة ويودعها في الشباك. تنفيذ غريب لركلة الجزاء باستبدال اللاعب القدم التي ينوي التسديد بها بالقدم الثابتة ليخدع الحارس وتعانق الكرة مرمى الأخير. إليكم هذه المحاولة الفاشلة لتنفيذ الركلة على طريقة بانينكا، لكنها تصل ضعيفة وسهلة إلى يد الحارس. الثقة الزائدة لدى هذا اللاعب منحت الحارس القدرة على الوصول للكرة ومنعها من الوصول للشباك. هنا نيمار يستعرض وهو يتقدم لتنفيذ هذه الركلة، لكن الكرة تطير في السماء وتضع نيمار في موقف حرج أمام جماهير السامبا. الحظ يلعب دوره في الكثير من الأحيان، مثل ما يفعل هنا مع الحارس بعدما ارتدت الكرة من القائم لرأسه وابتعدت عن الشباك. تنفيذ رائع لركلة الجزاء بهذه الطريقة والتي يقلب فيها اللاعب بالجمباز ويسدد الكرة في المرمى. الحظ هنا لا يمكن تخيله، فبعدما ارتدت الكرة من العارضة بعيدا عن المرمى وبدأ الحارس بالاحتفال، لكن الكرة تصطدم بالأرض وتتهادى مرة أخرى إلى الشباك بشكل لا يصدق. موقف محرج آخر للاعب ساو باولو بعدما خدعته الأرضية الطينية عندما حاول تسديد الكرة والتي علت المرمى بكثير وأسقطته على الأرض. الحارس يتألق في التصدي للكرة من ركلة الجزاء ليتفاجأ بزميله المدافع الذي يضع الكرة في مرماه عن طريق الخطأ وسط صدمة الحارس. أرضية الملعب في هذه اللقطة خدعت اللاعب، لكن الكرة تخدمه بمعانقتها لشباك الفريق المنافس. خطوات بطيئة ومملة لهذا اللاعب الذي يعتزم تنفيذ الركلة بهذه الطريقة، لأن الكرة تعاقبه لمبالغته في التمويه وتخرج بجانب المرمى. حارس آخر يستعجل بالاحتفال بعد اصطدام الكرة بالعارضة، إلا أنها تعود من جديد وتسكن مرماه بعدما احتفل معتقدا بأنها خرجت خارج الملعب. ذكاء كبير في هذه الركلة والتي يستخدم فيها مهارته الكبيرة ويسدد بالقدم الثابتة بنجاح. طريقة أخرى للخداع يستخدمها هذا اللاعب بوضع الكرة ضعيفة عكس المتوقع، لكنه يواصل حراستها إلى أن تجتاز خط المرمى. هنا براعة الحارس وردة فعله تفوقت على خدعة اللاعب والذي يضع الكرة في منتصف المرمى لتجد الحارس في المكان والتوقيت المناسبين. ابتكار جديد لركلات الجزاء بتسديد الكرة من علامة الجزاء بالكعب لتتهادى الكرة بسهولة إلى الشباك. بالرغم من هذا السقوط المحرج أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، إلا أن الكرة مرت زاحفة إلى الشباك ولم تخذل اللاعب. نيمار أراد أن يستعرض في هذه الركلة، ولكن بطريقة أخرى بعدما قرر تمريرها لزميله والذي ينجح في وضع الكرة قوية في الشباك على الرغم من مزاحمة المدافع والحارس له.
هذه المرة تحد من نوع جديد بعدما قرر أن يسدد الركلة وهو بهذه الوضعية، لكنها تنجح في معانقة الشباك برغم صعوبة التنفيذ. مرة أخرى يختار هذا اللاعب تمرير الكرة لزميله، والذي يتولى بدوره مهمة إسكان الكرة في شباك الفريق المنافس. إبراهيموفيتش ينجح في تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة بانينكا ويضع الكرة في المرمى بكل ثقة. الحظ عاند هذا الحارس برغم تصدي القائم للكرة، لأنه تصطدم بظهره وترتد إلى الشباك بشكل مضحك للغاية. لكن ماذا عن هذا اللاعب والذي يخدع زميله في المرمى الأول قبل أن يسدد الكرة بشكل كوميدي في المرمى؟ كرة زاحفة وقوية تمر إلى الشباك بعدما قام اللاعب بتنفيذ ركلة الجزاء بطريقة مشابهة لتلك التي أصبح يسدد بها نيمار ركلة الجزاء. على الرغم من أن الحارس كان يقظا لسقوط الكرة، لأنه لم يقف في المكان المناسب لتعود الكرة بالفعل وتدخل مرماه ويكتفي بمشاهدتها. الأسطورة البرازيلية رونالدو يبدع في طريقة خداعه للحارس ويجبره على السقوط قبل أن يسدد الكرة على الجهة المعاكسة للحارس، والذي لا حول له ولا قوة أمام أفضل مهاجم في العالم. التنفيذ على طريقة بانينكا أصبح شيئا ملهم للكثير من اللاعبين، مثل ما يفعل هذا اللاعب والذي ينفذها بنجاح استحق عليه هذا الاحتفال. هذه اللقطة ستبهركم بحارس المرمى والذي يتصدى للكرة في مرتين. بعدما تصدى للكرة في المرة الأولى، قام الحكم بإعادتها ليسددها نفس اللاعب في الزاوية العكسية، لكن الحارس تصدى لها مجددا. هنا استخدام حيلة القفز لخداع الحارس بعدما يتقدم اللاعب ويسدد في نفس اللحظة التي يقفز بها ليشتت الحارس. سوء أرضية الملعب يتسبب في الكثير من المواقف المحرجة، مثل هذا الموقف والذي يتعرض له اللاعب أثناء تسديد الركلة لينزلق على الأرض وتمر الكرة فوق المرمى. هذه الفرحة الجنونية مستحقة جدا لهذا الفريق الذي يملك حارسا خرافيا، فبعد تصديه لركلة جزاء أثناء المباراة جدد تألقه ونجح في التصدي لثلاث ركلات أخرى في الركلات الترجيحية وقاد فريقه للفوز. الساحر رونالدينو يثبت أقدام الحارس على الأرض ويضع الكرة بكل هدوء في مرماه دون أن يكلف نفسه النظر إليها. هذه التسديدة السهلة والرائعة تمر إلى المرمى بكل نجاح. مهارة كبيرة من هذا اللاعب والذي يضع الكرة زاحفة لتمر من الحارس وتسكن الشباك على الرغم من أنها لم تكن قوية. المخضرم أندريا بيرلو يضع الكرة بكل إتقان في مرمى جوهارت وكأنه يمررها لطفل صغير. القفز أمام الكرة سلاح ذو حدين، لكن هذا اللاعب نال الحد السلبي بعدما وضع الكرة ضعيفة في يد الحارس. هذه الخطوات التي يتقدمها اللاعب كانت كفيلة لتشتيت ذهن الحارس ليتقن اللاعب وضع الكرة في المرمى. تحول غريب وعجيب لمسار الكرة بعدما اصطدمت بالأرض وهي في طريقها للشباك لتتحول خارج الملعب. ابتكار رائع في تنفيذ ركلة الجزاء وتسديدة تمر بها الكرة إلى الشباك، لكن هذا الابتكار كان بحاجة لطريقة احتفال مختلفة ورائعة أيضا لنفس اللاعب. عمر عبد الرحمن يدهش الجميع بهذه الثقة الرهيبة والتي ينفذ بها ركلة الجزاء ويضعها بكل سهولة في الشباك. ركلة جزاء زيدان في نهائي كأس العالم 2006 بعدما سدد الكرة بكل هدوء لتصطدم بالعارضة وتجتاز خط المرمى بقليل. على طريقة لاعبي الجمباز يقفز اللاعب أثناء تسديد الكرة ليقف الحارس متفرجا على الكرة وهي تعانق برماه. ليس من السهل أن تخدع الحارس في أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، فهذه الكرة استقبلها الحارس بكل سهولة بعدما كشف خدعة اللاعب ليحبطها بتصديه للكرة. هذه التسديدة ليس من السهل على أي لاعب أن يتقنها، ولكن هذا الأخير يضعها في الشباك بثقة كبيرة برغم محاولة الحارس لمنعها. الأرض تلعب دورها في إفشال هذا اللاعب الذي يسقط وهو يسدد الكرة بعيدة عن المرمى. هذا اللاعب وضع أعصابه في ثلاجة قبل تنفيذ الركلة والتي حبست الأنفاس، لكن الكرة تتهادى منها إلى الشباك مسجلا هدفا رائعا.
المغربي حكيم زياش يظهر مهارة كبيرة بتسديد هذه الكرة من علامة الجزاء بطريقة رائعة ويسكنها الشباك. لاعب ريد بول تعرض لموقف حرج بعدما سدد الكرة في السماء ليقف متفرجا عليها وهي تسقط على المدرجات. هذا اللاعب فاجأ الحارس بتسديده للكرة بسرعة كبيرة دون أن يستعد الحارس لها لتمر إلى مرماه بسهولة. براعة الحارس في هذه اللقطة تظهر قدرته على التعامل مع الكرة من ركلات الجزاء بهذا التصدي الرائع. هنا نفس الحارس يتصدى بنجاح للكرة ويكون أكثر يقظة من اللاعب الذي أراد خداعه. لم تكن هذه الكرة بحاجة إلى التسديد بكل هذه القوة، في النهاية يفشل في وضعها في المرمى. تنفيذ مضحك للغاية لركلة الجزاء بعد سقوط اللاعب قبل أن يقف من جديد ويسدد الكرة ويضعها في الشباك مستخدما حيلة ذكية في خداع الحارس. قفزة وتأهب مميزان وينجح اللاعب في وضع الكرة بعكس الزاوية التي يتجه لها الحارس. أليكسيس سانشيز تلاعب في أعصاب الجميع عندما سدد الكرة بهذه الطريقة، لكنه خدع الحارس وأسكنها الشباك. نعود لهذه الحيلة في تنفيذ ركلات الجزاء بتمرير الكرة لزميله الذي ينوب عنه في وضع الكرة في المرمى. هذه اللاعبة تفوقت على الكثير من اللاعبين الرجال بفضل تنفيذها الرائع لركلة الجزاء والتي تسكن الشباك بطريقة مدهشة للغاية. براعة لا تصدق من الحارس في التصدي لركلة الجزاء ليتابع تألقه ويتصدى للكرة مرة أخرى من متابعة المهاجم لها. مرة أخرى السلطان إبراهيموفيتش يسدد الكرة بكل ثقة ويودعها في الشباك. البرازيلي هالكا يودع الكرة شباك الفريق المنافس بثقة رهيبة من علامة الجزاء. موقف محرج لهذا اللاعب بسبب سوء أرضية الملعب والتي جعلته يضع الكرة في أعلى المدرجات. التنفيذ على طريقة بانينكا لم تجدي نفعا مع هذا الحارس اليقظ.